فرض فيروس الكورونا الهدوء على الصفوف في مركز سكيلد سنتر التي تساعد الطلاب ذوي الصعوبات التعليمية أن يندمجوا في المجتمع، ففي زمن التباعد مهمة الدمج ليست بالسهلة أبداً. هذه المسألة وغيرها كانت محور المؤتمر الثامن الذي عقد بمناسبة اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعليمية. هذا المؤتمر الذي انعقد إلكترونياً بالتعاون مع وزارة التربية والسفارة البريطانية وسكيلد سنتر أتى استجابة لحاجة العزل المستجدة. كل شيء حوالينا بهالأيام الصعبة عم بيصير مش لصالح الأولاد أصحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الصعوبات التعلمية. نحن واجباتنا نحن أنه نخفض لهم مستوى القلق، نساعدهم على جو من الاستقرار. ارتقينا نحن والبريتش كونسل ووزارة التربية أنه نعمل هذا المؤتمر يلي بنقدر نفوت فيه على كل بيت. بالمؤتمرات السابقة كنا عم نعمل توعية أكثر وعم ننادي بالتشريع أكثر، لكن هالمرة عم نجاوب حاجة إنه بهالظرف اللي عم نمر فيه، الحجر الصحي وغيره، أكثر شيء انظلم التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة والتلاميذ ذوي الصعوبات التعلمية. مين كمان تعذب معهم؟ الأهل. الأهل صاروا هن سبيشال إدوكيتر وهن سايكولوجيست وهن سايكايترست، صار الأهل بده يعمل كل شيء. نعم، صار في وعي أكثر اليوم. هذه شغلة كتير مهمة ومشروع كتير كبير، بده تضافر كل القوى الحكومية والخاصة والأهل. مفترض إنه يكون في مناهج خاصة لهالتلامذة لهالأشخاص لحتى يقدروا فعلا، مش مثله مثل غيره نعمل لهم تقييم، يكون في تقييم خاص على شيء خاص هني أخدوه. تجربة التعلم عن بعد لم تكن بالسهلة أبدا، ولكن نتائجها مرضية. التعلم عن بعد أو الأونلاين ستاديز، 25% من التلاميذ بأمريكا بالجامعات بيدرسوا، لكن بدنا نحضر له سنة وسنتين وثلاثة. نحن كنا ردة فعل لهالوضع اللي نحن فيه. النتائج رح بعطيك نتائج عن الأرض اللي سمعناه كتير من الأهل. مجرد ما عم يحكوا مع معلمتهم، مجرد ما رجعوا للعادة اللي معودين قبل للتقليد، إنه بيشوفوا هالمعلمة كل يوم، بيشوفوا صديقهم أو صديقتهم كل يوم، بلشوا يرتاحوا، رجعوا يشوفوا الوجوه اللي معودين عليها. التعليم الرسمي أبدى تطورا في عملية الدمج، ولكن الأهم تطبيق القانون في سوق العمل. أول شيء أنا بيسرني أنه قلك بالقطاع العام بالمدارس الرسمية 30 مدرسة رسمية عم تتجهز وصاروا قاطعين أكثر من نص الطريق، والمداخلات اليوم عم بتصير من معلمين ومعلمات هالمدارس الرسمية يلي دربوهم بالمركز التربوي بوزارة التربية. في قانون صدر بالقانون 220 على 2000 يلي بيجبر كل مؤسسة بعتقد تاخد 2% من يلي عندهم تحديات أو احتياجات خاصة. مش مطبق هالقانون، كرمال هيك نحن عم ننادي إنه بدنا يطبق هالمشروع لحتى كل ولد يصير يلاقي بمجال عمله. التحدي الأكبر الذي يواجهه الطلاب هو ما بعد أزمة الكورونا، وهذا ما يتم العمل عليه عبر تقنية الأونلاين لتأهيلهم للعودة تدريجياً إلى مقاعدهم الدراسية.